يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يعزل بين دروس أهل العلم الراسخين ويقول إن الشباب بحاجة إلى دروس تربية ودروس فهم للواقع، فهل من توجيه في ذلك وفقكم الله؟ نعم، هذا من صرف الشباب عن العلماء، فصل الشباب عن العلماء بهذه الحجة. هذا مبدأ شر، هذا مبدأ شر، والواجب ربط الشباب بالمساجد وربطهم بالعلماء وعدم فصلهم عن العلماء وعن المساجد. وهذا الكلام هذا يرد على صاحبه، لأنه كلام لا أصل له ولا حقيقة له. نعم.